بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث يقول: واعلموا انكم لن تنالوا ما تحبون الا بصبركم على ما تكرهون. الانسان قد يحب الدنيا وقد يحب الاخره، ولا فرق بين الامرين. المحبه الواقعيه القطعيه التي يجب على الانسان ان يتبعها هي محبه الاخره، وانما الدنيا سبيل الى الاخره. وقد يكون الإنسان يحب الدنيا، رئاسة الدنيا، مال الدنيا، شخصية الدنيا، علم الدنيا، عظمة الدنيا، وإلى آخر الأشياء التي يحبها الإنسان للدنيا. واعلموا أنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بصبركم أو بتحملكم ما تكرهون. الحقيقة هذه الكلمة كلمة خالدة خلود الشمس، بل وبعد الشمس أيضا، لأن الشمس تنطفئ ذات يوم، لكن هذه الحكمة ليست قابلة للانطفاء، وإنما هي حكم واقعية. الإنسان الذي يريد شيئا من العلم أو من العمل أو من التقدم أو من الجهاد أو من الاجتماع أو من أي شيء، يجب عليه أن يصبر صبرا مناسبا لذلك الشيء. مثلا أنك تريد الاجتماع، الحقيقة أن الإنسان يستولي على الاجتماع هذا يحتاج إلى مليون جزء من الصبر، لأن الله كما خلق أفراد الإنسان مختلفة في الصور خلقهم مختلفة في الآراء وفي الاتجاهات وفي التفكير وفي الصفات النفسية، ونحن لا نعلم مقادير الصفات النفسية في البشر، لكن الإنسان الذي يريد الاجتماع مثلا يريد أن يكون رئيسا، يريد أن يكون نائبا، يريد أن يكون مرجعا، يريد أن يكون خطيبا لامعا، يريد أن يكون مؤلفا شهيرا، يريد أن يكون أي شيء مرتبط بالاجتماع والذي يحمله الاجتماع. هذا تعلمون كم يحتاج إلى الصبر، وكم يحتاج إلى التحمل، وكم يحتاج إلى مقاساة الآلام، آلام الاجتماع، الآلام الاجتماعية. الإنسان الذي يريد الاجتماع هذا يكذب، وهذا يشتم، وهذا يفتن، وهذا يخون، وهذا يهذي، وهذا يهمز، وهذا يلمز، وأنت تتحمل كل ذلك. إذا لم تتحمل كل ذلك، الاجتماع ليس مستعدا أن يتقبلك. الاجتماع مو اعتباطا يتحمل إنسانا، لأني مع الحق ولا أن الحق معي، لا أبدا، وإنما الاجتماع يريد منك صبرا ليلا ونهارا ولمدة 50 سنة حتى تتمكن أن تستوعب الاجتماع وأن تحتوي على الاجتماع وأن تعاشر الاجتماع وأن تقدم الاجتماع إلى الأمام. أغلب الأصدقاء، ولا أقصد الأصدقاء هنا، لا، أصدقاءنا الذين رأيناهم سواء في كربلاء أو رأيناهم في غير كربلاء، هؤلاء يحبون التقدم الاجتماعي، لكن ما يسلكون سبيل التقدم الاجتماعي. احتاج إلى السبيل. الله يرحم أحد علماءنا في كربلاء سيدنا الطباطبائي، هذا كان ينقل لي القصة بالذات. يقول: ذات مرة كنت جالسا عند المرحوم سيد أبو الحسن الإصفهاني، ولم يكن هنالك أحد إلا أنا وهو، وسيد أبو الحسن رئاسته العامة، وإن لم تكن رئاسة حكومة، لكن كل الشيعة كانوا خاضعين له، كل الشيعة باستثناء مستثنيات كانت ومستثنيات كانت، لكنه كان الزعيم الأوحد الروحي للشيعة.
الآن في الحقيقة وبعد الثور حسن ما رأيت إنسانا بهذه المثابة. فذا الآن بعض المراجع الإذاعات تأتي باسمه وهم مقدرون كل التقدير وثائرون، لكن هل كل الشيعة يقلدونهم؟ لا. هل كل الشيعة يرسلون المال لهم؟ لا. فمصدر الحسن كان زعيم بلا منازع وشخصية أخرى. أسد مرتق يقول كنت جالسا عنده ذات مرة جاء إنسان وسمى ذلك الإنسان لا أريد أن أسميه، وإن كنتم أنتم جميعا لا تعرفونه إذا سميته، لأنه ما قبل 35 سنة ذلك الإنسان كان إنسانا شبه عالم معمم. يقول جاء وقف على رأس أبو الحسن وهو سيد شارب عمر 80 سنة مرجع تقليد كل الشيعة، يقول وقف عليه أول كلامه قال سيدنا باللغة الفارسية شنو هالكلام حوله؟ يقول بمجرد أن قال شنو هالكلام حوله أبو الحسن لما كشف السبب عرف أنه يريد يسب ويشتم، وقام يسب ويشتم ويرتجف. يقول أنا في الحقيقة احتراما لأبو الحسن ما قلت له شيئا، يعني عرفت أن أبو الحسن ما يرضى. هو قام وشتم وأبو الحسن قال حتى خلص وقام يبكي، هو صار عنده ويارة فعلا. بعد ذلك رفع السيد أبو الحسن رأسه قال تفضل بس تفضل. صاحب القدم ما لقى يجيب له شاي. بعدين صاحب قال لي أنت إذا شفت فريجي من أطرافي تتعلم بدينه، وإلا ما أكو أطراف رسول الله أيضا كذا وكذا وكذا. بكل هدوء هذا هو السر أن أبو الحسن تمكن أن يستوعب على الاجتماع. ومين قصة أبو؟ سألت قصة من القصص. ونحن الآن ليس قصدنا هذا الشيء وهو احتواء الاجتماع، لا، قصدنا أن الصبر في كل الأمور والصمود والتعقل هذا هو الشيء يسبب تقدم الإنسان في كل الحياة. فالواحد يقول لي قصة ثانية اقتصادية، هالقصة هذه كانت قصة اجتماعية. يقول لي على أنه سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة أعطى إنسانا حوالة بمئة تومان إلى تاجر في يزد، وذاك اليوم مئة تومان قيمته أن إنسانا كان يملك مئة تومان ذهب، فسمي العقد في النجف الأشرف السكة بفوجيس التماني إلى اليوم. فوجيس التماني لأنه كان يجلس في هذا العقد وفي هذه السكة إنسان يملك مئة تومان. الآن إذا ذهبت إلى النجف الأشرف أكو هناك عقد وأنا مكرر شايف العقد فوجيس التماني، يعني العقد المربوط بإنسان يملك مئة تومان تعرف القدرة على الفلوس. فالسيد محمد كاظم الطباطبائي معطي حوالة لعالم إلى تاجر في يزد أن يدفع له مئة تومان لشان ابن الشؤون بن عمل رسم علي بن مسجد، يعني مو شخص هذا الشخص، يعني ينقل لي الواسطة عن هذا الشخص. يقول أخذت حوالة السيد وذهبت إلى يزد، الذهاب السابق قبل 70-80 سنة الدواب وما أشبه، والسفرة تقول أحيانا مثلا 3 أشهر 5 أشهر. يقول سألت عن متجر هذا التاجر، قالوا متجره في فلان مكان. ذهب فرد متجر ضخم تاجر جالس، سلمت عليه احترمني وأنا مؤمن متبين من وجهه، جلس الحوالي في جيبي. يقول جاء في هالأثناء أحد التلاميذ للتاجر، أحد الصناع للتاجر، جاء هذا الصانع والتلميذ. التاجر دام يتغير عليه، قال لي ماذا بدلت الخشبة؟ قال أن هذه الخشبة كانت وسخة فإني قلبتها وبدلت بها خشبة ثانية.
فلم يقتل قال خشبة مجانية يعني اشتلعتها من البستان. ما هي الخشبة وما قصتها وأين اعتراض التاجر على هذا الصانع؟ عندهم هم حب من السمن، حباب من السمن إبل فيخلون في هذا الحب خشبة، خشبة طويلة عودة. هذه العودة تبين مقدار نزول الدهن. يجلون الدهن يبيعون الحب ومكان مظلم كأنه لازم يكون مكان بارد ومظلم، فما يشوفون بعيونهم. فبهذا المقياس والذي يسمى بالمسبار يسبرون مقدار بقاء الدهن في هذا الحب أو هذا الغبار. هذه الخشبة لا قيمة لها، عودة، وإنما عودة يدخلونها في حب 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 ليعرفوا مقدار الدهن من عقد الدهن على هذه العودة. يقول هو التاجر قام يصيح على هذا الصانع ماله، لماذا بدلت الخشبة؟ قال أن الخشبة كانت وسخة وأنا ما اشتريت الخشبة، وإنما جئت بالخشبة الخشبة الثانية من البستان. قال أنا أدري، تاجر يقول وأنا العالم يعني حوالي ما كمان أسمع. قال له أنا أدري الخشبة المجانية، لكن هل تعلم أن الخشبة الجديدة تمتص شيئا من الدهن؟ الخشبة القديمة ما تمتص الدهن لأن الدهن رايح فيه، أما الخشبة الجديدة تمتص شيئا من الدهن وهذا إسراف وما يجوز شرعا. يقول هذا من تكلم مع هذا الرجل بهذا اللون من الكلام عرفت أنه مو أنه لا يعطي مئة تومان، وإنما لا يعطي حتى جزء من مئة جزء من تومان واحد. إنسان يصيح على صانع لأنه بدل خشبة بخشبة وهذه الخشبة الحديدة تمتص مقدار مثقالين من الدهن لا أكثر ولا أقل. يقول صيح وياه وكتبه ومعتذر راح. بعد ذلك وجه إلى الأمر زيارة. كان ما يصير زيادة، عندك شغل، قلت له ما عندي، أصر، وأنا أصرت أنه ما عندي. قال حلفني، شنو شغل؟ قلت ما دام حلفني أنا ما أقول له، شغل أنا سيد محمد كاظم الطباطبائي يزدي معطيني حوالي عليه، كان سنوات الشغل. قلت في الحقيقة أنا رأيي تغير أن أعطيك الحوالي، لماذا؟ قلت له قصة، لقصة. يقول ضحك، قال كل شيء له ميزانه، ميزان هذا الإنسان بدل هذا الشيء. أليس يقول الله من يعمل مثقال ذرة خيرا يراك؟ هل هذا للآخرة فقط أو حتى للدنيا؟ هذا بمقدار مثقالين دهن يمتص هذا الخشب الجديد، لماذا هذا الشيء؟ فليقول العود وسخة، ووسخته من الخارج، وسخته من نفس الدهن، كيف الحوالي؟ يقول ترددت كثيرا، لأن ما قلت له الشكتور فلوس، ترددت كثيرا بعد أن كنت فليكن ما يكون، طلعت الحوالي بالجبل روعت، قبلت، لا روح جيب حمالي. لماذا حمالي؟ قال أطيش الفلوس، لأن ذاك الوقت ذهب وفضة حمامية. يقول أنا جبت حمالي حمالي ملأ عباءتهما بالذهب والفضة. حمال يقول عن شبك عن ذاك الشيء وهذا الشيء. قال لي ذاك الشيء هو الذي يوفر هذا الشيء. أبي يعبد أي إنسان ثري، إنسان ليس القطر الثري، الإنسان كل ثري أنا لا أقومها كل ثري. أكو فرق بين البخل وبين التفكير، واعلموا انكم لا تدركون ما تحبون الا بتحملكم ما تكرهون. اجتماع نفس الشيء، اقتصاد نفس الشيء، علم نفس الشيء. انتم تظنون ان العلم اعتباطا يحصل للانسان؟ العلم اعتباطا لا يحصل للانسان. السيد الميلاني هو نقل لي في الحقيقه، اذا ما كان السيد الميلاني ينقل لي القصه وبشبه سيد الميلاني يعني كنت أقول هو مبالغ في القصة. يقول أنا جئت للنجف وفي كل النجف ماكو إلا شجرة واحدة في مقبرة آل فلان،
سمى. وقال تلاميذه قال ونحن الطلبة في يوم الخميس كنا نذهب إلى هذه المقبرة لنستأنس بمنظر هذه الشجرة، وكانت شجرة ضعيفة تلفحها حرارة النجف، فكنا نمسح دلوا من الماء ونصب فنصب على هذه الشجرة حتى أن هذه الشجرة تنتعش قليلا. ويقول لما نرى في النجف كان الإنسان في الليل إذا وضع يده على الحائط اليد تعطي حس جز، هذا تعبير. وهم هكذا تعلموا هكذا فقط، وهم شخصيات في الحقيقة هم في بلادهم أباهم وأمهاتهم عندهم ثروة وشخصية وكذا، تركوا تلك المصائب وتركوا تلك الثروة وتركوا تلك الشخصية وجاءوا لتجربة طبول العلم. الناس شافوا أنه أخيرا صار نانسي عسيل الميلاني، لكن ما عرفوا مقدمة نرجعيته وأنه كيف صار نرجع. إن الله جعل الأحاديث ممكن نحن تصورناها عمليا كذبة، إن الله جعل العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلا يجدوه. حديث قدسي عن الله العلم الله ما جعله في الشبع والوطن أبدا، وما جعل العلم في الكسالى والبطالة والجعد والضعف وألف شيء وشيء أبدا. ولهذا لم تراجع تاريخ العلماء أعظم من المهتمى والمفيد وانتهى في هذا اليوم. خذوا تاريخهم ولاحظوا أنهم كيف كانوا يعيشون. كل شيء كل شيء كل شيء ولا شيء مستثنى. واعلموا أنكم لا تجدون ما تحبون إلا بصبركم أو بتحملكم على ما تكرهون. قاعدكم كلية، من شاء فليتخذ القاعدة منارا ومنهاجا ومسلكا، ومن شاء فلا يسلك. ولا يصل شأن آخر، إذا عطل جهاز في هذه السماعة سماعة لا تقرأ لا أكثر ولا أقل. كل شيء هكذا، الاجتماع هكذا، العلم هكذا، العبادة هكذا، التأليف هكذا، كل شيء هو هذا النظام. وحتى هو مستقبل، لأن قسم من الناس يعملون للمستقبل، لا هذا غلط أيضا. يعني من المستقبل أنفسهم، هذا في المستقبل أنا شخصية، هذا النبي قاتل معه ربيون كثير، هل تعلمون أسامي هؤلاء الأنبياء؟ نحن نعلم أسامي 70 من الأنبياء لا أكثر ولا أقل، أو شوية أكثر أو شوية أقل، لا يصل إلى 100. يعني هؤلاء الأنبياء كانوا يعملون حتى قول أن الناس يعرفون أساميهم، والذين قتلوا مع رسول الله ومع الحسين ومع علي كانوا يعملون حتى قول أن الناس يعرفون. أبدا في سبيل الله، الله يعلم وكفى خلاص وانتهى كل شيء. لأن هؤلاء كانوا ربانيين فيشوفون قدر الله حتى قول مجتمع. احنا من حسن حظنا لا أعلم ومن سوء حظنا إذا حاربنا الحكومات وجاهدنا وحاربنا المنكرات الشعب معنا ذلك. إيه قسم من الشعب هو يعني هذا شيء طبيعي، لكن الأكثر فقط الحكومة تصير ضدنا. مثلا حاربنا حكومة القوميين أو البعثيين أو الشيوعيين أو ما أشبه الشعوب معنا، وهذا الشعوب يحترمونا يقدرونا في قلوبهم في ألسنتهم في أموالهم. الأنبياء كانوا يحاربون الحكومات والشعوب حتى الشعوب وياهم. شنو معنى أن صالح دعا إلى الله في تفسير البرهان أمر رأيه؟ صالح دعا إلى الله وعمره 30 سنة وصار عمره 100 وكسور سنة وآمن به 2 والبقية 30. معنى لا شعب معه لا حكومة معه. نحن نعمل نفسهم معنا كل مكان احنا مقدرين ومحترمين عند الشعوب حتى كنا في السجون وحتى خارج السجون، وانما الحكومه تحاربنا. لكن هؤلاء كانوا يعملون مع العلم ان الشعوب غزوا ولهذا تقدموا ونجحوا في الحياه. يعني ابراهيم حارب
وشعب العراق ضده، وشعب سوريا ضده، وشعب مصر ضده، وشعب فلسطين ضده، ولذا سكن وأسكن أهله في صحراء وأهله الثاني في صحراء ثانية لا أكثر ولا أكثر. ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، هذا حكمة. أبو ذر الغفاري كان يحارب والشعب ضده، مو الشعب معه، لأن الشعب يعتقدون أنه خليفة، لا شك فيه. الشعب الذي وفق علي والحسن والحسين وأربعة خمسة عشر عشرين لا أكثر ولا أقل، يعني كل الشعب ضده. خليفة رسول الله، أمير المؤمنين، ذو النورين. إلى الآن لاحظوا أنتم، إلى الآن كم قدرون هؤلاء، وفي ذاك اليوم كم تقدرون هؤلاء، يعني ذاك اليوم الخلفاء دين ودنيا، وأي إنسان يجسر له حق أن يقتل، انتهى كل شيء. ولذا ما تجوعا، ألا تفكرون لماذا أبو ذر الغفاري ما تجوعا؟ هل كان أبو ذر مجنون؟ لماذا ما راح في مكان يصير بقال، يصير حقار، يصير فلاح؟ الشعب لفظه، مو الحكومة لفظته فقط. ولا أبو ذر كان يلقي بنفسه إلى الدهر وكيش؟ كان عنده أغنام، مثل أغنام، عنده كل شيء، لا الشعب يعطيه واجب ولا الحكومة تعطيه واجب، يموت جوعا. وما في جوعا. وما كان في فكرة أنه ذاك اليوم يأتي ويقول أبو ذر الغفاري شخصية، أبداً. هذا طريقه وسبيله، دعا وأرشد وجاهد وناضل ومات جائعاً مسكيناً فقيراً مريضاً في صحراء، لأنه يدري الله هذا طريقه. لذا صار أبو ذر الغفاري، وكنت صار أبو ذر الغفاري، وكلما يتقدم الزمان أبو ذر يجد أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى حسب الاعتقاد مخازن، مخازن من البشر ومخازن تحت الأرض من المعدن. المخازن التي تحت الأرض تنفع، ما عندكم ينفع، النفط 20 سنة 30 سنة 50 سنة ينفع، أما أبو ذر لا ينفع، وإنما أبو ذر يتوسع. مخازن الله البشرية، هذه المخازن أبدية، ومو دليل على أنه ألف سنة الناس ما عرفوا علي، مو بعد عشرة آلاف سنة يعرفون علي، بعد مليون سنة يعرفون علي. مخازن، كما أنه مو من المهم أن الناس ما عرفوا أن تحت الكويت نفط، ألف سنة ما عرفوا، عشرة آلاف سنة ما عرفوا، الله مو مهم عنه، لأن الله تعالى مو زمنه محدود ووقته قصير. الله عنده مليار سنة للدنيا، خلوا عن مليار سنة يعرف أبي ذر الغفاري، بعد نصف مليار سنة يعرف علي بن أبي طالب، يعرف سلمان، يعرف من، ويعرف سائر مخازن الله سبحانه وتعالى وسائر عيون الله سبحانه وتعالى في الكون. نقصد العين المعنى، لأن العين كما تعلمون لها من المعاني سبعون، سبعون معنى للعين، جملتها المعدن يسمى عينا، والمعدن بالكسر مو معدن بالفتح، المعدن بالفتح الصاقورة يعني الفاس، هذا يسمى معدن. المعدن بالكسر من عدن للمكان أي أقامة، وعدنان يسمى عدنان يعني أقامة، اسمه عدنان شو معنى؟ محمد معلوم، علي معلوم، قطر معلوم، محسن معلوم، حميد معلوم، صادق معلوم، عدنان يعني شنو؟ أصله من عدن بالمكان أي أقامة، جنات عدن بهذا المعنى، يعني جنات الإقامة. الشاهد في أنه واعلموا أنكم لا تدركون ما تحبون إلا بتحملكم ما تكرهون. إنسان آمن بهذا الشيء أو لم يؤمن، سواء آمن أو لم يؤمن، هذه حقيقة كونية وضعية كحقيقة الشمس، ومن لا يريد فهم هذه الحقيقة تنطبق عليه الحقيقة ويكون في المستقبل لا شيء. غاندي يقول في أحواله ذهبت إلى جنوب أفريقيا لتحديث الاستعمار، هذا قصة طويلة، وحقيقة قصص هذا الرجل يجب أن تقرأ، لأن القصة مهما كان بطلها، سواء كان بطلها مسلما أو كافرا، أي إنسان تمكن في الحياة من شيء الإنسان يجب أن يقرأ أحواله،
ويقرأ قصة نحل، لماذا تمكن هذا الشيء؟ أليس هو مجنون؟ تصنف الناس هؤلاء يريقون أنفسهم أي شيء كبير يراه يعلقون عليه تعليق حسب ذوقهم وينتهي كل شيء. مثلا أنه يسمع فلان شخصية كبيرة يعلق عليه بالتعليق يناسب ذوقه وكثيرا ما يريد تلطيخه وينتهي كل شيء. الإنسان مو مهم أن يقول مو مهم، المهم أن يقول مهم مهم هذا، لأن الإنسان بهذا المهمات يتقدم مو بمهمات. ولاحظوا في الاجتماع أي إنسان يجعل أعمال الآخرين صغيرة هذا هو إنسان صغير، صغير في المجتمع وصغير في نفسه، هذا رجل جدا عبقري. تولستوي الروسي جدا رجل عبقري، هذا الرجل في الحقيقة مهما كان مسلم أو كافر، لكن هذا كاتب غريب أصلا في أحواله. تولستوي رجل عالمي، لماذا صار رجلا عالميا؟ هل أن العالم مجنون؟ يقدرون بلد رجل مجنون؟ هذا الرجل 50 سنة ما كان يداري لنفسه، رجل تاريخي تولستوي، وإنما بينما كان من الأشراف والأثرياء، وكان يفكر في إلغاء الحرب في العالم، وكل كتابته في هذا الشهر تولستوي 50 سنة، أي مكان ينام، أي مكان يأكل، في الشارع، في المهدي الرصيف، في البيت، في الكنيسة، أي مكان، أي شيء يأكل، يرتكف من البرد ويكتب ويوزع فلوسه التي تأتيها من المساكين إلى الفقراء يوزعها. 50 سنة هكذا صنع، صار تولستوي العالمي، رجل طريق. الناس مو مجانين في روسيا أبو 100 مليون إنسان يتعلم فرد واحد منهم فقط، ليسون هذا الشيء الناس. حتى إذا صنعوا هذا الشيء كشف أنهم مجانين، والناس مو مجانين واقع. 50 سنة ترك ترفه وأكله وشربه وزوجته الجميلة وكل شيء، وأخيرا مات على في برد موسكو على قارعة الطريق عند خط قطار، وجد جثته هناك ميتة. هذه ست الأسود وغادي يصير غادي أيضا، لأنه ناضل من أجل أمته 50 سنة يصير غادي طبيعي. واعلموا أنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون، وهذه واقع وحقيقة. كثير من الناس يريدون الراحة، يريدون الرفاه، يريدون العزة، بعدين يقولون ناس ما يفهمون، ناس ما لهم قابلية، ناس ما يسوون، ناس ما لهم. أنت لا قابلية لك. أي إنسان جاء وزرع في بساتين عامرة الأرض الغامرة التي يزرعون فيها، مو بسقل العامر. أهمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه زرع في أرض بلا زرع، وأهمية إبراهيم هذه الأهمية بلا ماء ولا زرع. قال إبراهيم لماذا قال الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع؟ أليس الله يعلم ذلك؟ إنه كان يريد أن يبين لنا ويبين للأجيال منذ ملايين السنوات أن أسلوب العمل هو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. كان عندنا قصة أخيرة، كان عندنا رجل في كربلاء اسمه الشيخ عبد اللطيف المولود، وكان هذا الشيخ عبد اللطيف المولود عنده أولاد، أحد أولاده صار بهائي وصار من مبلغ البهائية، وأقول اسمه نعم. وهذا الولد أيضا كان صديق لنا قد خطب 30 سنة وهو طفل وأنا طفل، كنا نشتغل في بيتنا قمة العاصمة قل من الله لك. فعبرت صلاة بهائية وراح إلى عدن، وهنا نشر البهائية في عدن ناقة مقبرة تسمى مقبرة بنهم عثمان، هناك راح ونشر البهائية. أنا سألت من صديق لهذا الرجل وهو سيد سعيد زيدي، لأن هذا المهدي كان مكتبته نفس مكتبة سيد سعيد، وسيد سعيد استلم المكتبة منه لأن قبل مهدي كان، وهذا الاسم أيضا اسم مكتبة مهدي، مكتبة السعادة. لما هو سافر إلى عدن لتبليغ البهائية
سعيد الزيني اشترى الأحل منه واشترى الاسم حتى، فهو اسم لذات مكتبة السعادة، وكان ولد طيب بعدين انحرف فصار مغني. سألتني من سعيد الزيني نقل لي قصتين، إحدى قصتين مشاهدته وإحدى قصتين سماعه. أما قصة السماعة أنا جبت هذا الولد شلون صرفها؟ أنا كان مسلم شيعي ابن عالم شعب لطيف المولى وعالم ومقدس مو بس عالم، كان حقيقة هذا الولد شيء عجيب. سعيد جميل لأنه هو صديق سعيد الزيني يا مكة قبل أن يصبح بهائيا، وحتى بعد أن أصبح بهائيا ذات مرة جاء إلى كرملة وكان بهائيا، وسعيد أيضا صديقه أصدقاء تفرقوا عنه. سعيد الزيني قال هذا ولد عجيب، هذا رايح إلى عدن من كرملة، كرملة ما أحد لا أسد لها لا شك فيه، مساكين وأنهار وفواكه ورخص لك اليوم، رخص هائل وحرية هائلة. قال الحقيقة هذا رايح إلى عدن، هل حوائل حامل وصخ؟ هذا القصيدة هو سامعها مو شايفها، أما القصيدة اللي شايفها أقولها بعد ذلك. قال هذا رايح إلى هذا الحوار العجيب في عدن وصاح والضباب، يقول هالمنطقة اللي هو يسكن فيها الضباب هاي، وأكو بلد مقبرة اسمه مقبرة عثمان أو شيخ عثمان هالشكل تعرفه رجل هناك، ورايح هناك بلا زوج وبلا أهل وبلا فواكه، لأن عدن دولة فقيرة لا هذا الأمر، الفقير فقير ذاك اليوم، وهو من خفية الحكومة ذاك، الحكومة ذاك اليوم، حكومة الإمام يحيى ومن أشبه، هذول الحكومة اللي هي دينية. هذا يشتغل هناك قربة للبهائيين، صاير مريض وصاير ضعيف وأكل ما عنده والنوم ما عنده والذباب ورايح يبرد. هو سعيد قال أنا متعجب لماذا هذا الولد شكل تحول، بس الدنيا إذا كان دنيا نقول دنيا، إذا آخر نقول آخر، هذا شنو السبب معه؟ هذا القصدي. وذاك اليوم سعيد قال لي إلى اليوم هو مسوي 300 واحد بهائي، 300 واحد مسوي بهائي. هذا التصلي هو نقلها لي سماع عن مو رؤية، أما التصلي نقلها قال أنا شفت هذا الشيء، قال أن الحد إلى طهران عندي أصدقاء بهائيين كسعيد يقول، يعني أصدقاء موظفين بهائيين مو هم صديق البهائيين أنا موظفين، يقول رحت إلى قالوا لي تعال اليوم عندنا في الجلسة كل شيء، وسعيد رحمه الله يحفظه إن هذا الموقف صادق الكل قبل الإصلاح نظره بقول إحنا حفلة شفت بالحفلة وحمل نساء رجال كذا من هذا القبيل أكل وفواكه وكيو، قلت أي مناسبة هذا الاحتفال؟ قالوا هذا الاحتفال لأن هذا تاجر وهو أحد، قالوا هذا تاجر هذا تبرع، قلنا له أنت تبرع على أحد شيئين، إما تتبرع بثلث مال للبهائيين، يقول كان شاب مذكر لكن سنة قبل ذلك سنوات، قلت له إما تبرع بثلث مال للبهائيين وإما تبرع بثلاث سنوات تبليغ للبهائية في أقصى الأرض، قال أيه تحبون أنا أسوي، قال لا تبرع بالتبليغ في أقصى الأرض للبهائيين. ثم يقول قالوا لي لماذا قلنا له أشياء ثانية؟ لأن هو يحب البهائية، والتلقائيا إذا راح هناك وشاف الفقر وشاف المرض وشاف التأخر يصرف نفس ماله، يعني علاقة الاثنين، صرفنا المال والتربية. يقول عينوا له فرد مكان في كونغو، يروح هناك يقول كونغو هوائه وسخ، شعبه متأخر، رطوبة فيها الحقيقة 99%، حبنا كونغو تكون بال جغرافيا، يقول هنا وكل واحد منهم جاءوا وقبلوه على فقدر إلى كونغو في إفريقيا بين وحوش وهواء كذا وماء كذا ومن نفقته نفس رواد هو للتبليغ هنا في سبيل الله. عباس خويدة لما أعدم العالم صاح لأجله، لكن لماذا العالم صاح لأجله؟ لهذه الأعمى 100 أفندي يقتلون في النجف أو في كربلاء أو في العراق أو في أي مكان، ولا
تعطيل يخصص لهم مقدار شطر الاسم. واعلموا انكم لا تدركون ما تحبون الا بصبركم على ما تكرهون. صلاه القدمون لا تصدرون تقدمون. من الضروري في الحقيقة علينا إذا أردنا منبرا جميلا، إذا أردنا مرجعية كبيرة، إذا أردنا كلما رفيعا، خالد محمد خالد عنده 20 صفحة كتاب، أنا قرأت تقريبا كل كتبه لعله مرتين قرأت كتبه من جمال ألفاظه. في كتاب الله من كتبه يقول إن وراء كل كلمة جهد والعبادة، وعلى أي رأي مع العلم أني لا أراه مستقيما أو منحرف، لكن جمال عباراته يقول إن وراء كل كلمة جهد، لأنك إذا قرأت الكتاب ترى أن كل كلمة موزونة ومحفوظة، يعني كل كلمة موزونة ومحفوظة. خالد محمد خالد شخصية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي مشهور، لماذا؟ وطه حسين الأعمى يصل إلى أرفع درجة حتى يصبح عميد الأدب العربي ويصبح مشهور في 50 جامعة أو أكثر من 50 جامعة من جامعات العالم يقرؤون كتبه، وهو أعمى من صغره ومن سنته وثلاث سنوات أصيب بالجلد وعمي. قسم من الناس يقولون غربيين يصنعون هذا الصغير، غربيين لماذا لم يصنعوا؟ لماذا لأن كاتب فاسق آخر لا يصنعون؟ هل كاتب فاسق واحد في العالم؟ والكاتب المنحرف 1 و2 و5، لماذا لهذا الكاتب بالذات يصنعون هذا الشيء؟ بينما عن الكتاب المنحرفين عشرات ومئات والوف. سلام موسى هو في كتابه يقول هو عنده ما يقارب 30 أو 40 كتاب، وفي الحقيقه كتبه جميله على انها منحرفه. في كتابه يقول انا دائما قبل اذان الصبح الى دار اخبار اليوم، يقول انا دائما قبل اذان الصبح مستعاره دائما احمد دائما قبل الشمس 5 دقائق صلاته اذا مثل داخل صلاته. ولهذا هو اخر الزمان الان سلام موسى ماخذ بالزمان الادب والفكر في كل البلاد العربيه ومنها الكويت. شخصيه في الاذاعه شخصيه، في التلفزيون شخصيه، في كتب المدارس شخصيه. لماذا؟ هذا الانسان لا يصل الى المقام وإلى مرتبة الاجتماع، الاقتصاد، السياسة، الثقافة، التربية، الفكر، المرجعية، الحكومة، المنبر، أي شيء جميل وراءه جهد وجهود. إذا الإنسان استعد لهذا الشيء فليتفضل، وإلا ليس بالادعاء. وكل يدعي وصلا بليلة وليلى لا تقر لهم بالآثار. إذا انبجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.